السلام ومرحبا بكم في فيديو جديد. نرجع لكم اليوم في مراجعة لعبة سايبر هانتر اللي نزلت منذ تقريبا شهر، باش نجربوها بطريقة سلسة وسهلة باش نكتشفوها. هذه اللعبة نصفها من فري فاير بوب جي والنصف الثاني من لعبة فورتنايت، باش نكتشفوا هذا الكل ان شاء الله في الفيديو المباشر. من قبل هذا هي تاخذوا الومضة الإشهارية المقدمة من طرف الشركة الرسمية، ثم نرجع للفيديو مباشرة. بعد ما كملنا تحميل اللعبة، طبعا الأمور هذه نعرفها كالعادة، هذه تحديد السيرفرات الموجودة الحالية، سيرفر ساوث أمريكا، ساوث آسيا، أوروبا. احنا طبعا سيرفر أوروبا لأنه البونج يعني عنا ممتاز. البونج ستارت جيم، يعني هذه طريقة الاختيار الصورة. هنا عملية الحركات بالنسبة للمستعملين، يعني الهاتف الجوال يلعب بطريقة عادية، بالنسبة للي يحبوا مش يلعبوا على الحاسوب ننصحهم طبعا بمحاكي تنسانت جيمينج، هو محاكي مباشر تلقوا فيه كل شيء. يعني انا نشأت حساب متاعي عادي، ثم تنشئوا الحساب متاعكم بطريقة عادية. هنا يعني نجموا نغيروا طبعا اللغة بالنسبة لأي واحد يريد تغيير اللغة. هنا عندكم الأمور البيزيك ستيتينج العادية، أوتو أوبن دور فتح الأبواب العادي، جرافيك التحكم في الجرافيك عندكم. طبعا ممكن المودات هذه ما زالت لم تفتح حاليا، نعرف اللي ما زالت في نسختها الاولى، وهنا التحديث. هذا الصوت، الكنترول، كيفية كنترول اوتو فاير ولا المانيوال فاير، انتم عندكم الاختيار طبعا. هنا تحديد السكوبات، هنا تحديد اخر، تحديد سكوبات كما نشوفه مثلا على غرار لعبة البابجي، نلقاو عديد خاصة في الريدوت نلقاو يعني برشا حاجات، سيارات طريقة السياقة، البيك اب والامور اللازمة الكل. طبعا انا عملت الكرياسيون تاع الافاتار، ثم زاد كذلك تنجموا تعملوا الكرياسيون الخاصة بكم اول ما تلتحقوا باللعبة. مود اللعبة الموجود مود سكواد، مود سولو، ومود ديو.
الباتل رويال. انا انطلق لي في اللعبه نحاول واش نجربوا ضد بوتات للتجربه، نجموا كذا نقوموا بها العمليه ما فيش مشكل، لكن قبل هذا باش نحاول انا نعدل ستيتينغ حاليا. يلا كيفاش نجم نعدلها؟ ثم اوكي، اول حاجه تحصلنا على سلاح، نحبوا نعدلوا الزوم بتاعنا يكون تعديل عادي. صعب التعديل انا عارفوش علاش. نزول تنحتنا مش مشكل، نثبت بعد في الحكايه بيان بيان. يلا نشوف شنو في الصندوق عنده. كلاسك نفس تقريبا نفس الامور نفس الاسلحة. يلا لهنا الميزة الممتازة نجمو نطلع فوق السطح. هم حاجة لهنا نفس الصندوق شنو فيه هنا. طيب في برشا حاجات مخفوهم شنو ما لكن عادي، يعني احنا في الزون حاليا.
Oh, flamand avec fusil de précision du coup. لا 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 السلاح هذا طبعا فما إشارة صندوق نتوجهو له فيه قناصة من نوع آخر شوفوا القناصة هذه شنو الأجواء بتاعها سكوبات هما اللي معناش حاليا نحاول نلقاو سكوبات شارجور ريدوت كذا كذا نفس الحكاية فماش يعني الباك هذا اللي عنا باك ميديكال شارجور هذا فيش نجمو نستعملوه مثلا اكسسوار راري قلنا ايكيبي ما نجموش نعملوش ايكيبي كاسكرار هني هذا سلاح أحسن فما صندوق زول زيرو أرنرور دريون بعدين نعرفو شو معناها كما قلنا عندنا سكوب دبرنا سكوب وين سكوب لونيت تروا مش حطوها لهنا شوفوا هذا سلاح شنو حكايته اوكي اقعد هكاك حتى نرجع لك موش ستيلي موش جوي الكاسك متاعي ويني يلا مش حاول نتوجه للزون انا خير من بليش نصعد في السيارة
توا جوج من بقى وصلنا للمنطقة. حاولوا نلوجوا أعلى مكان مثلا، هنا يلا نزول بالبيت. نشوف هنا تم عملية صعود. نزلنا نجم نزيد ونطلع. يلا شوفوا الماب وين باش تكون موجودة. احنا حاليا موجودين في الماب 41 لاعب. اون فوا دو لارجاجيريا فيها دروبات زاد اللعبة. نحاول نمشيو للدروب هذا. الدروب وين موجود؟ او دروب في البحر امامي. دروب لو كان عايزوه نلقاوه على 337 تقريبا، 341. يضرب او يشرب اللحم امامي. نزول بالبيت. سيلو بار شفا زيت سكوب تروها بش نبدلها لهنا، ما انو دبرنا سكوب ويت. طيشو زيت برا طيشو الامور كل ما حشتنيش بيها. وعندنا الزون تتحرك، عندنا الزون تتحرك. أطبع الخريطة نكمل هكا مباشرة أحسن. الموسيقى زادة الجو
كلم نجربو كسكوبي تاعنا. اوه جميلة جدا جميلة جدا سي علي. يلا انا نزلت داخل المنطقة ناخذ الارم دولاني 36 طلقة. متوسط في وسط المنطقة أحسن. ثم اطلق نار مشي هذي. يلا ينجموا يعملوا الكوفر. لا لا انا فهمش كل التقالية في النار قريب جدا. هذا كل ما عنا بالنسبة للفيديو تجريبي لعبة سايبر هانتر. ان شاء الله تكون طبعا نالت اعجابكم. باش نرجعوا لكم باكثر التفاصيل عن الجيم هذه، وباش تلقاو طبعا العديد من الالعاب الاخرى باش تلقاوها في انتظاركم. مسابقات ان شاء الله، رومات، اخبار وبث مباشر. طبعا باش تدعمونا ما تنساوش باش تشتركوا في القناة، تفعلوا جرس التنبيه، دعمكم مهم جدا. تلقاونا موجودين على منصات التواصل، تابعونا على منصات البث المباشر ومواقع التواصل الاجتماعي. تلقاونا على الفيسبوك على قناة Arab Esport Gaming، باش تلقاونا كذلك موجودين على الانستغرام ان شاء الله.
على الفيسبوك، على الصفحة وعلى الجروب الخاص، على ديسكورد مسبقا، وعلى قناة تويتر. شكرا لكم على حسن المتابعة، نتلقاو في مواعيد قادمة. هذه تحيات رفيق بن صالح.